عرفت بنا وتحقق المقصود. أهلا وسهلا بكم في دائرة الاستشارات، ودائرة الاستشارات هي منبر لكم أنتم، ترسلون أسئلتكم ونحن نطرحها على المختصين. سؤال اليوم وردنا من الأخت أم عبد الإله، يسرنا حقيقة أن نطرحه على الأستاذة هيفاء خيران الصقر، وهي عميدة الكلية التقنية للبنات بتبوك سابقا، ومدربة في التخطيط الاستراتيجي والتفكير الناقد. حياك الله يا أستاذة هيفاء. أحياكم الله وبياكم. أهلا وسهلا، وشرف لنا حقيقة تواجدك معنا، وأنا سعيدة وأتشرف بذلك، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن بإذن الله. أسعدك الله. أستاذة هيفاء، وردنا سؤال من الأخت أم عبد الإله، تذكر أن الكثير نصحوها بوضع خطة سنوية لتحقيقها، فهي سبب للنجاح ولتحصيل ما تريد تحصيله، ففي نظرك ما أهمية وضع مثل هذه الخطط؟ نعم، صدق من نصح أم عبد الإله، وهنيئا لها بهؤلاء الناصحين. التخطيط السنوي أو تخطيط المدى البعيد هو أساس وركيزة أساسية للنجاح في أي مجال من مجالات الحياة، في الجانب الشخصي أو الجانب المهني أو أي جانب آخر في الدنيا أو حتى للآخرة. من لا يخطط هو لا يعرف إلى أين سيذهب، ويبقى متشتتا بين عدد من المسارات. أيضا من لا يخطط يسير وقته بدون استغلال له استغلال أمثل، قد يركز على جوانب يترك أخرى دون أن يدري، فيمضي الوقت وهو لا يعرف أين ذهب وماذا أنتج خلال هذه الأعوام. جميل. طيب أستاذة هيفاء، قد يعني قد يأتي تساؤل أن التخطيط بين الخيال والواقعية، أحيانا بعض الخطط تكون مبنية على خيال واسع، هل هذا صحيح؟ أحسنت، بالضبط. أحيانا يكون من الحماس في فترة معينة من الزمن، خاصة لدى بعض الناجحين أو حتى المبتدئين، يضع خطة تشتمل على أهداف أو أمنيات تكون عالية المدى. هنا ما أسميته بالخيال، فعلا قد تبدو الخطة غير واقعية إطلاقا، لأنه يعني لا يستطيع أن ينجزها خلال الوقت المحين أو إمكاناته لا تسمح له بذلك خلال هذه الفترة. وبعضهم قد يكون واقعيا جدا، بحيث أنه لا يمشي إلا يعني يخطط لنفس خطة العام، هي نفسها خطة السنة الحالية، نفس خطة السنة القادمة، دون أي طموح أو تجديد أو تطوير لهذه الخطط. يا سلام يا سلام، جميل. طيب يعني خلينا نكون عمليين أستاذتي، يعني وعذرا على هذا، هنا فتاة ترغب في وضع خطة، أنت ذكرتي نقطة هامة جدا وهي قضية الإمكانات والقدرات، لكن كيف ندلها على وضع الخطة؟ ماذا نقول لها ابتداء من مسك القلم، ابتداء من وضع، ما المطلوب منها لتضع خطتها؟ ممتاز، حتى نكون فعلا عمليين سنعددها خطوات 1 2 3. ممتاز. الخطوة الأولى طالما أنها هي مدركة وهي بادرت في هذا السؤال، فهي توصلت لديها الرغبة والقناعة بالخطة، فهنا الآن اشتغلنا خطوة جدا مهمة. الخطوة الثانية، يجب أن يتساءل الفرد ما هي رسالتي ورؤيتي في الحياة. لا ينفع أن أمسك ورقة وقلم وأبدأ أحط خطة وأنا لا أعرف إلى أين أريد أن أصل. ما هي رسالتي؟ ما هي الجوانب التي أجد شغفي فيها في الحياة؟ مساعدة الآخرين مثلا، طبعا تطوير نفسي، الدعم الذي سيكون سأوجهه بعد أن أطور نفسي لأسرتي لمجتمعي لديني لوطني. هذه رسالتي في الحياة، رؤيتي أنا ما هي؟ هل أنفع أن أكون معلمة؟ أو أنفع أن أكون طبيبة؟ أو أنفع أن أكون مستشارة اجتماعية؟ أو أنفع أن أكون مدربة؟ كل هذه الأسئلة تسألها لنفسها حتى تصل إلى هي ماذا تريد بالضبط. بعد ذلك تبدأ تحدد 1 2 3 أمنياتها. طبعا لابد هنا زي ما ذكرت أستاذ أن يتحقق التوازن بين الواقع والطموح، كذلك لابد أن تحدد أهدافها بناء على عدة جوانب أساسية حتى نحقق هذا التوازن، الجانب الديني، الجانب العلمي، الجانب الصحي، الجانب الاجتماعي، الجانب المالي، هناك أكثر أو أقل هي أدرى بالجوانب الأساسية في حياتها التي تسعى للسير عليها وتطويرها في نفس الوقت. حددنا هذه الجوانب، الخطوة التي بعدها مباشرة أن أكتب كل أمنياتي، هي في البداية ستكون أمنيات ثم تتحول إلى أهداف، لكن في الأول أكتب كل أمنياتي التي أرغب أن أحققها خلال هذا العام، بما أنها خطة سنوية. ماذا أريد أن أحقق وفق إمكاناتي، وفق ما أنا، طبعا تختلف طالبة الثانوية العامة عن طالبة المرحلة الجامعية، عن الأم في المنزل، ربة المنزل، عن هذا كله هي أدرى كيف تحدده.
أكتب أمنياتي بإسهاب ثم أختار منها بكل واقعية واتزان 5 إلى 10 أهداف أساسية تكون الأهم وتكون الأمتع في نفس الوقت، لأن الإنسان عادة يمل إذا كانت أهدافه غير ممتعة، وقد يضيع إذا اختار المتعة على حساب الإنجاز. هنا الآن اخترت كل 5 أو 10 أهداف ما بينها، لأنه عادة خبراء التخطيط يؤكدون أن لا تزيد الأهداف خلال العام عن 10 أهداف، في الغالب لا ينفذ أكثر من 10 أهداف في العام، فمن الأفضل أن نعي ذلك قبل أن نبدأ حتى لا نهدر طاقتنا فيها أو نحبط بعد ذلك. جميل، رائع. نعم تفضلي، كم أكمل أكملي. الآن هذه الأهداف 5 أو 10 أهداف المفترض أنها تكون مبنية على حسب الجوانب، الجانب الديني عندي هدف أو هدفين، الجانب العلمي، الجانب الصحي، الاجتماعي، زي ما ذكرنا كل واحد من هذه الجوانب تحت عدد الأهداف مجموعها 10 أهداف على حد أعلى. بعد ذلك نبدأ الآن في وضع الخطة كخطة مكتوبة، يفضل أن تكون في نوتة أو ملف أو دفتر تنسيقها يكون محبب لنفسنا، هذه خطتنا سنعيد النظر لها مرات ومرات، سنعود لها بين فترة وأخرى. نضع في هذه الورقة أو في هذا الدفتر العام، ولا يضر أن بدأنا مع بداية العام الهجري أو بداية العام الدراسي أو من الآن متى ما أردنا البدء في الوقت ممكن لنا، الحمد لله لا أحد يحاسبنا عليه. تضع اسم الجانب الذي تريده والهدف الخاص بهذا الجانب، ثم ترسم جدول مكون من 5 أو 6 خانات. الخانة الأولى للترقيم 1، 2، 3 كالعادة. الخانة الثانية إجراءات تحقيق هذا الهدف، مثلا أريد أن أحفظ 10 أجزاء من القرآن خلال هذا العام، كيف سأوزعها باتزان على مدى العام؟ كم مقدار الحفظ الشهري الذي أريده؟ تبدأ تكتب. أيضا هل ممكن تكون من الإجراءات أنه أسجل في أحد دورات تحفيظ القرآن أو أتفق مع معلمة خاصة لي؟ تضع في الإجراءات كيف ستصل إلى هذا الهدف مقسم. بعد كذا الخانة الثالثة تاريخ البدء بالضبط وتاريخ الإنجاز، لا تسمي تاريخ الانتهاء، فضل تاريخ الإنجاز حتى يكون دافعا معنويا أكبر. الخانة الأخيرة تكون للملاحظات، تكتب فيها ملاحظاتها الخاصة بهذا الهدف. البعض يفضل في نفس هذا الجدول أن تكون في خانة سادسة خاصة بالتقييم، هل أنجزت في موعده أم لا، وبعضهم يفضل أن التقييم يكون في نموذج آخر، فالمرء في سعة من ذلك. ما شاء الله. أيضا نكمل بنفس الطريقة لكل هدف من الأهداف، بذلك نكون أنجزنا خطتنا الأساسية اللي هي خطة سنوية. تبقى مهمة واحدة المطلوبة والأساسية لنجاحها لترجمتها فعليا هي خطة أسبوعية. نمسك نوتة نكتب كل جمعة مثلا ما هي المهام التي سأقوم فيها الأسبوع القادم لتحقيق مرحلة بسيطة من مراحل هذا الإجراء. الأيام تمضي مع تسارع الحياة ونحن لا ندري، نكتشف في نهاية العام أننا لم ننجز 25% يمكن من أهدافنا. التحديد الأسبوعي وتبسيط الإجراءات إلى مراحل أسبوعية سيكون له دور فعال كبير في تحقيق هذه الأهداف. وعلى فكرة التعب بيكون في البداية، في أول مرة، بعد كذا سيكون القالب جاهز والخبرة تكونت والأمور تكون أسهل بكثير. ما شاء الله ما شاء الله، كلام جميل جدا. أنا عندي سؤال تبادر إلى ذهني يا أستاذة هيفاء، وهو هل للتخطيط سن معين؟ يعني هل ممكن فتاة 13 14 15 سنة ثم غير ذلك، هل لابد من وجود مستشار لهذا أم أن السرية مهمة في وضع الخطة؟ سؤالين مهمين. بالنسبة للعمر أعتقد أننا كثيرا كثيرا يعني أنت سألنا ما سبب تقدم الدول الأخرى علينا، هو ضعف التخطيط لدينا. نحن أحيانا نمشي على البركة والأمور تمشي صحيح. هكذا فكلما زرعنا في أولادنا حب التخطيط، على الأقل التخطيط المبدئي من الصغر، سيكون أفضل. يعني الطالب في المرحلة الابتدائية يستطيع أن يكتب خطة مصغرة له، لا سن أكبر للتخطيط، جميعا نحتاجه في أي عمر من الأعمار وأي مرحلة من المراحل. جميل. الجزء الثاني الجزء الثاني، هل الخطة إذا وضعت خطة هل لابد تكون سرية أم أني أستشير وهناك ضرورة لوجود مستشار؟ تختلف حسب قدرات الشخص. بعض التخطيط تعتبر يعني أحد المهارات الأساسية العقلية، تتفاوت بين شخص وآخر، فالبعض بالفطرة يخطط ويعرف أن يرتب أولوياته من الأهم إلى الأقل أهمية، فهنا لا يحتاج مستشار. إن كان يرى أنه فعلا أنا عندي ضعف لا ضير من ذلك، هو قد يكون يملك مهارات أخرى في جانب آخر، لكن التخطيط ليس أي أحد يتقنه.
فقد يستعين بمستشار لا بأس في ذلك، وأهدافه طبيعي تكون بالحفظ والصون مع مستشار الذي يثق به سواء في محيط أسري أو صديق أو مستشار متخصصا في ذلك. طيب اعذريني أستاذة هيفان، ما بقي معي شيء كثير، لكن عندي سؤال أرى أنه يعني ملح. كثير من الناس المنادين لموضوع التخطيط يقولون أن هذه مثالية زائدة، هل من نماذج في التخطيط تعرفينها أو سمعتي عنها خاصة ما يتعلق بالفتيات خططوا فأثمروا فنجحوا فتقدموا؟ صدقني أستاذي لا يوجد، أكاد أجزم لا يوجد شخص ناجح على وجه هذه الأرض لا يمتلك خطة شخصية له، هي أساس ركيزة أساسية للنجاح. جربتها أنا وجربها غير الكثير لابد، وقد كنت قبل ذلك أعتمد أحيانا على التخطيط الذهني وأعتقد أنه كافي، لكن مع الوقت ومع الكتابة نكتشف أننا لا يمكن أن نعد خطة دون أن نكتبها، ولا يمكن أن ننجح بتوازن. قد ننجح في جانب من الجوانب لأننا نركز عليه، لكن أن ننجح بتوازن في جوانب مختلفة وينتهي العام وأنت تعدد إنجازات متعددة لم يسبق لك أن أنجزتها لن يتحقق ذلك إلا بالتخطيط. النماذج كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى في هذا المجال. ما شاء الله، بيض الله وجهك أستاذة هيفاء، الدقائق معك مرت سريعة حقيقة، لا نريد أن تكون هذه إطلالة وحيدة منك في برنامجنا، نتمنى أن نستفيد منك أكثر. للوصول إليك لمن يشاهدنا من بناتنا وفتياتنا، هل لك صفحة أو لك معرف في تويتر؟ نعم لدي معرف في تويتر ولدي إيميل يستطيع التواصل معي به في أي وقت، حياكم الله. الله يحفظك، شكرا أستاذة هيفاء خيران الصقر، وهي عميدة كلية التقنية للبنات بتبوك سابقا ومدربة في التخطيط الاستراتيجي والتفكير الناقد، شكرا لك مرة أخرى. حياكم الله، سعيدة بكم. أسعدك الله. ننتقل نحن وإياكم مشاهدينا الكرام بعد هذه الفقرة الثرية إلى دائرة أخرى. مجلة الأسبوع نهج سابق